يلا منبلش. نحن معكم مشاهدين الآن بمؤازرة القوى الأمنية، حيث يتم تلف الممنوعات التي ضبطت أمس في منزل المواطن طه باء. فعلا بلشت عملية التلف مشاهدينا، عم نشوف في هذه اللحظات قوى الأمن عم تحرق كمية الممنوعات مباشرة، والدخنة صارت عم تطلع. ريتني تنباك مع عسل هو تحرقيني بأرجيلي، هو مهما عندك اتوسل عني الجمرة ما تشيلي. Ritani Tamba.
شو عامل تعشوف يا دلي؟ أنا طول عمرك أزعر وورش. أنت صحيح إنك طالع لجدك منزوع، أنا عم ربيك كل هالعمر، مش أنت حتى أشوفك ملقوح بين أرض الختيارية. يلا طالع لجدك منزوع، عم تزور راسك طلوع، يا رد التلو ممنوع. ريت ما كانت هالخلفة، سألت على ستي مرة قولي لي عن جدي نتفة، قالت كان عينه لبرة متلك مش عاقل ولا نتفة. وطالع على جدك منزوع عم تزوره.